الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. لدينا سؤال لطيف من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، يوجد عندنا ظاهرة في مصر، وهي أنه عندما ترى شخصا سيء الخلق أو غشاشا أو طماعا تصفه باليهودي، أي مثل اليهود، فما حكم قول هذا لشخص مسلم؟ ومن قال عن نفسه يهودي يقصد هذا المعنى، هل يكفر؟ ليس في مصر، هذا في كل مكان، في كل مكان. يعني شاع وانتشر أن اليهود عندهم مثلا جشع وطمع واستغلال وتعامل بالربا وهكذا، يعني الإنصاف يقتضي أن نقول شاع فيهم هذا، وقد تجد فيهم من هو أحسن تعاملا من كثير من المسلمين. يعني أذكر حينما كنت في مصر ذاتها، وجاء شخص من هؤلاء الناس فتح يعني سلسلة أسواق في شارع الهرم في مصر آنذاك حينما كنت فيه، ورأيت كيف يتعامل مع الناس. أنا رأيت الرجل المندوب البريطاني، وهو في الصباح أتيت حتى أشتري بعض الأشياء، فرأيته يؤشر على الأشياء التي فيها عيب يسير فيجعلها بنصف قيمتها. هذا رأيته رأي العين يعني، وأذكر حتى الموز، يعني رأيت الموز كان مثلا يباع مثلا بعشر جنيهات، وضع وجعل عليه سهما فكتب خمسة، فأخذته بخمسة وإذ بأحسن من الآخر. لماذا؟ لأنه فيه أثر عيب يسير. اليهود كثير منهم تطوروا، وربما تكون هذه تجارة، وربما من أجل المحافظة على السمعة، وربما وحقيقة نجحوا نجاحا باهرا في هذا. هذا الرجل بعد أن فتح في محله في شارع الهرم، أذكر جيدا أن بعض الأساتذة المصريين المختصين في مجال التجارة قام بدراسة أن أكثر من 30 محلا في شارع الهرم أغلق بسبب غش المسلمين. واقع هذا، ولذلك يعني أخشى أن يأتي يوم ويقال هذا مثل المسلمين في الغش. فغش المسلمين ليس مقياسا، لكن شاع في هذا أن اليهودي سيء التعامل مع المسلمين. والإنصاف يمنعنا من التعميم، لأن القرآن يعني لم يفعل هذا في آيات كثيرة، ترى كثيرا منهم وكذا إلى آخره. ما حكم هذه العبارة؟ دائما منهاج أهل السنة والجماعة في دراسة العلوم، لماذا يبدأون دائما بدراسة علوم الآلة، ويبدأون مثلا بالنحو والصرف، ثم ينتقلون إلى البلاغة وبعلومها الثلاثة: بيان ومعاني وبديع، من أجل أن تطبق هذا وأنت فقيه. في علم البيان الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، المجاز استعماله في غير ما وضع له لقرينة وعلاقة. فحينما أقول هذا يهودي يعني على ديانة اليهود، تتهم مسلما بهذا، أنت أخرجته من دين الإسلام. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هو لا يقصد هذا، قال أنت يهودي أو مثل اليهودي، يقصد في معاملته. وحتى المعاملة هذه قد تصح وقد لا تصح، ما التراث الشعبي لا يشترط أن يكون صحيحا في الكلام، المجازات والكنايات لا يشترط أن تكون صحيحة. يعني حينما يقولون فلان يعيش عمر النسر، ثم تبحث في علم الأحياء فتجد أن النسر يعيش أقل من الإنسان، ولكن شاع عند العرب أن النسر يعيش 1000 سنة. كيف؟ ربما لأنه راه أصلع، إذا زاد في العمر يصاب بالصلع، فقالوا هذا مسن. طيب إذا قلنا عن إنسان يعيش عمر النسر، هل نقصد عمر النسر في علم الجيولوجيا، في علم البيولوجيا، في أنه هذا يعيش يعني حوالي 40 سنة أو أقل من 40 سنة؟ لا، المراد به عمر العمر الطويل. كذلك هنا المجاز، هنا الإنسان سيء المعاملة. وفعلا حقيقة يعني إذا عدت إلى تاريخ تعامل اليهود، و
ولا سيما في بلاد المسلمين ترى أشياء كثيرة جدا، وكتبت في هذا رواية، وفطير صهيون وغير فطير صهيون كتب وروايات وقصص طويلة عريضة. وقد حدثني بعض شيوخنا في مصر قال كان الصراف اليهودي يأخذ ويرتزق بالحرام سواء باع أو لم يبع، صرف أو لم يصرف، كيف؟ ما لا يأتي إليه نهاية النهار إلا وقد يعني حصل مالا. كيف؟ قال أيام زمان كان الجنيه المصري ذهبي قديما، الجنيه الذهبي الإنجليزي تقريبا ومثل الإنجليزي يعني نفس الوزن تقريبا، فهذا وضع زجاج باللور وتحته طريق حصري لإدخال هذا الجنيه، يدخلهم هذا المكان، وضع تحته مبرد، المبرد هذا الذي يأكل حديد، فماذا يفعل هذا؟ مبرد طويل هكذا، فيأخذ يسحب الجنيه هكذا سحبة ثم يعيد إليه يقول لا هذا ناقص، كيف نقص هذا؟ هو أنقصه أنقصه بالذهاب والإياب. فهكذا سواء باع أو لم يبع، إن باع ارتزق من الربح من الصرف من الفروق، وإن لم يبع ارتزق من السرقة. فهذه الأشياء كانت شائعة في اليهود، قلت في الزمان الماضي، أما في الزمان الحالي ربما تجد كثيرا منهم أحسن معاملة من بعض المسلمين. طيب الخلاصة في هذا الباب، إذا قصدت هذا المعنى فلا إشكال عليك ولا حرج من حيث التكفير وعدم التكفير. أما من حيث غيبة المسلم هذا، وأيضا عندي مشكلة ثانية، وهو الإنسان مسلم وأنت تقول عنه يهودي، لا تقصد أنه خرج من دين الإسلام، إنما تقصد أنه أن تعامله ليس يعني مستحسنا، وأنه غشاش، وأنه كذا وأنه كذا، صحيح كلامك صحيح، ولكن على حسب قيود الشريعة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا خرجت أنت من ناحية من قضية الكفر والتكفير، لماذا؟ لأنه غير مراد، فقد استخدمت لفظ اليهودي في غير ما وضع له، وأردت به أنه غشاش، وأنه يعني ليس لطيفا في التعامل، ليس هينا ولا لينا في تعامله، ولكن بانتقاصك له وبذمك له ربما تكون ظلمته أو أشعت عنه إشاعات غير صحيحة. وربما كثير من هذه الأشياء، والله أذكر في بلدنا كان شخص، الناس بعضهم يحذر بعضا من الشراء منه، أذكر هذا جيدا وأذكره وأعرفه جيدا رحمه الله، كلنا وأنا صغير كان يقول للكبار إياك أن تشتري من فلان، فلان هذا يعني في لهجتنا العامية يقول زنجار. ما هو الزنجار؟ أو جنزار، الجنزار الكلمة فصيحة، زنجار يقول جنزار. الجنزار ما هو؟ ماء النحاس، ماء النحاس إذا الماء إذا بقي في النحاس وتأكسد يصبح لونه أخضر، هذا قاتل، سم قاتل، فتطلق عندنا كناية عن إيش؟ عن أن هذا يعني سم قاتل لا تقترب منه. بعد حين، بعد فترة من الزمن، أتيح لنا أن نلتقي بالرجل وأن نتعرف عليه، فوجدته يبيع مثل باقي الناس، وأن أسعاره حقيقية، لكن أين قصة؟ هو يأتي بأشياء نفيسة، لا يأتي إلا بأغلى الأشياء، يأتي بأشياء جيدة، لا يحب أن يأتي بأشياء رخيصة، وهذه الأشياء النفيسة تكون هذه بمئة، نفس المادة موجودة في السوق بخمسين لكن مختلفة، هذه ليس بنفس الجودة، فلبس هذا المسكين هذه الشائعة في كل مكان، فلان كذا وفلان كذا، ها، ويشترون منه ويذمونه، يشترون منه لماذا؟ لأنهم محتاجون، لا يجد أحسن من هذا ولا يجد نفس السعر. لذلك أكثر يعني ما يشيع في أوساط المسلمين مع الأسف الشديد أكثره غير صحيح. وفي حديث مسلم الذي رواه في المقدمة قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلا تلتفت إلى كل ما تسمعه، خاصة في باب التجارة وفي باب، والله أشياء كثيرة من هذا، حتى ونحن كنا يعني صغار، والله الشركة الفلانية صهيونية تدعم إسرائيل، ثم تجد بعد ذلك ليست إسرائيلية وليست صهيونية، لماذا؟ قد تشيع شركة أخرى هذا،
هذه الإشاعة أن هذا المادة هذه الجبنة ثبت أن فيها خنزير دهن الخنزير، ثم تجد الكلام غير صحيح. لذلك يعني لا تلتفت إلى هذه الإشاعات. أما وصفك للإنسان بأنه يهودي لأنه هكذا وكذا ليس هذا كفرا، ولكن لا تفعله حتى لا تقع في المعصية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.